تثميناً لأرواح الشهداء الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن العراق ومقدساته، افتتحت العتبة العباسية المقدسة مشروع مجمع الوفاء السكني الأول الخاص بإسكان عوائل شهداء فرقة العباس عليه السلام القتالية، الذي نفذه قسم الصيانة الهندسية التابع للعتبة المقدسة. هذه مبادرة كبيرة ورائعة ونموذج يقتدى به من سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي عزه الله، الإخوان كذلك بالإشراف على فرقة العباس القتالية الشيخ أبو زهراء الزيدي أخونا السيد الأمين العام ونائبه والأمان العامة. هذا العمل هو نموذج يقتدى به لإكرام والوفاء لذوي الشهداء والجرحى، وهذه البيوت التي بنيت على أرض، نعم للأرض المتبرع، ولكن بالأموال من العتبة العباسية. مجمع الوفاء رقم واحد. هذا المجمع هو حسب ما المعطيات اللي احنا بنيناها لهذه الفئة الخاصة بالشهداء رحمهم الله، قليل حقيقة لتقديم هذه المجمع البسيط لأخوتنا وأهلنا الشهداء، ونقدمهم يعني هدية تواضعا منا إلى أبناء الشهداء. طبعا هو هذا المجمع الأول ولن يكون الأخير. أطروحة عملية ردنا نقدمها إلى الجهات الرسمية والحكومة أنه اذهبوا باتجاه توزيع مجمعات وليس قطع أراضي. قطع الأراضي نعم مهمة ولكن لا تحل كل المشكلة. الافتتاح شهد حضور محافظ كربلاء المقدسة والأمين العام للعتبة العباسية ونائبه، حيث تضمن توزيع مفاتيح 8 دور بمساحة 200 متر مربع لكل دار، ومن المؤمل الاستمرار حتى يتم توزيع الدور لكل الشهداء في مختلف محافظات العراق. كوادر قسم الصيانة الهندسية تنفيذ مباشر 100% من كوادر القسم. المواد المستخدمة لهذا المشروع اللي هي مواد أغلبها من المواد الموجودة المتوفرة في العتبة، الخباطة المركزية والمواد اللي موجودة من البلوك والكونكريت. فترة الإنجاز تقريبا استغرقت 4 أشهر. 8 منازل. المنزل يتكون مثل ما جاء شوفون من غرفتين نوم، استقبال وصالة، إضافة للمطبخ. احنا حابين نشكر الجهود اللي مبذولة من قبل الأخوة والشيخ ميثم، الشيخ ميثم الزيدي. صراحة احنا فرحنا بهذه المبادرة والحمد لله والشكر ما قصروا ويانا واكرمونا ببيت بمكان القطعة. البيت افضل اولا يعني احنا اذا اخذنا قطعة صعب بنائها، واحنا هم عوائل يعني مو عائلة واحدة صراحة. ايه فمن شفنا البيت صراحة فرحنا به. المشروع السكني ما هو إلا رد جزء بسيط من التضحيات العظيمة التي قدمها شهداء الأبطال لهذا البلد الكريم، ودعم لعوائلهم التي ضحت بفلذات أكبادهم حباً بالعراق.